إن القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة سوف تعبر قناة السويس لتتولى مسؤوليتها الوطنية على الضفة الشرقية للقناة. تمر السنوات فتتوالى المشاهد وتتجلى الذكريات، ويبقى العاشر من رمضان ذكرى لأعظم انتصارات العسكرية المصرية العريقة في أكتوبر 1973، بما يحويه من ملاحم بطولية ليظل يوماً فارقاً في تاريخ العسكرية المصرية. كان توقيت الحرب مفاجئاً للعدو، حيث اختير شهر رمضان وبدأت أولى خطوات الحرب، ومع الدقائق الأولى من الساعة الثانية ظهراً يوم السادس من أكتوبر كان القرار أن تبدأ الحرب بضربة جوية مركزة مع التمهيد النيراني للهجوم بالمدفعية من مختلف الأعيرة، والتي فتحت نيرانها في وقت واحد على طول الجبهة ضد المواقع الإسرائيلية في خط بارليف ومرابض الأسلحة ومراكز القيادة والاحتياطات القريبة، لتفقد إسرائيل السيطرة الكاملة على الموقف. وبدأت القوات المسلحة في اقتحام أصعب مانع مائي بعبور المفارز الأمامية عبر القوارب المطاطية، وقام سلاح المهندسين العسكريين بفتح الثغرات في الساتر الترابي لخط بارليف وإقامة المعابر والكباري اللازمة لعبور فرق المشاة بكامل قواتها ومعداتها تحت ستر صواريخ الدفاع الجوي، لتتهاوى على وقع زلزال الرجال حصون خط بارليف المنيع، ولتنتهي إلى الأبد أسطورة الجيش الذي لا يقهر. ونجحت القوات المسلحة نجاحاً باهراً في تنفيذ الخطة الموضوعة، حيث بدأت النقاط الحصينة الاستسلام الواحدة تلو الأخرى ليرفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناة. إن تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. وستظل ذكرى العاشر من رمضان يوماً عظيماً في تاريخ مصر العسكري والوطني، وتجسيداً لقوة الإرادة وصلابة العزم وحكمة القرار، ورمزاً لالتفاف الشعب حول قواته المسلحة لتحقق أكبر انتصار عسكري للعرب في العصر الحديث. إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف.